السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال. الصراحه دابا انا في المطار، جري لي نجري لكم انا وهيبة الباكاج ديالي. ايوا غتشوفوا معايا المطار ديال موريشاس، من بعد غتشوفوا معايا غنمشي ان شاء الله لزامبيا، غندوز من هنايا لكينيا تقريبا 4 سوايع، وغنجلس في مطار كينيا 5 سوايع، ومن كينيا لزامبيا 3 سوايع. تراجي صعيب، ولكن كون دزت على دبي كان غادي يكون اطول، غيكون اطول. وغدا ان شاء الله نلحق على الزوج ديالي، الزوج ديالي مشى لتمايا تقريبا، ثلاث شهور، ودابا غنمشي ان شاء الله غنلحق عليه. غادي نجلس ثلاث شهور، ولكن هذا لا يمنع انني غندير فيديوهات ان شاء الله على نهضر على ليل موغيس. هاد المكازان هذا جيت ناخذ واحد المساعده ديال وسيم اللي طلع كادو، قمتها هنايا قمت لها هاد الصابون، قمت لها هاد جيل دوش، واحد البارفان نوريها لكم، وهذا المحل فوالا هذا كاين هي الصابونه. و في اون لو فيه مدام مونطخيلا وي لو بارفان، خل تبيني ميرسي مدام. سباس فين تجلس يعني مزيان كبير، يعني مقعد مزيان. قال لي راه حلال الدجاج ياكولي صراحة. المهم مزيان السيرفيس زوين عندو. قهيوة طيبة، كتوريكم عاصير صراحة السيرفيس زوين، مبقاش كيسحب لي اير كينيا، غتكون سيرفيس مزيان الحمد لله، سيرفيس مزيان. الطيارة واسعة مضيقاش وجاعة، كنتمنى نوصل على خير، ماشي ساهل السفر مع الوليدات. وصلت نيروبي عاصمة كينيا، you
ثم راه الليل دابا، دابا راه الليل، دابا راه غتكون ديك تقريبا 7:30 10:30 الليل غنشد الطياره ديالي اللي غادا لزامبيا، غنوصل تما مع 2:00 الليل. او دابا وصلت لكينيا، شوفوا على حال عم مساين هنا 5 سوايع. عرفتي شنو نقول لكم؟ تخسيخه بزاف، عييت مع البنت مع الباكاج. وصراحه السيدات اللي تبغيو تسافروا ما ديوش معاكم باكاج في الطياره، كلشي دفعوه، ما ديو معاكم حتى حاجه غير ساكادو. صراحه انا غلطت، ديت معايا شحال من حاجه، خصوصا هنا ما كاينش ديك العربه، ما كاينش تسهيلات بحال اللي كاينه في الاماراتيه. اوف، غنخليكم دابا. اسمي عبد العزيز عبد الله سعيد عبد الرحمن سعيد، ولدت في تنزانيا ونشأت في تنزانيا في دار السلام. ما زلت انا طالب في جامعة الملك سعود اتعلم هناك، لكن بالنسبة ايميل هذا عبد العزيز عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز عبد الله gmail.com، ورقمي 0677864616، هذا رقمي بالنسبة واتساب، عرفت كلامي؟ نعم. ايميل عبدالعزيز عبد الله gmail.com، رقم 0677864616. نعم. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا،
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا السيد اللي صورته كيقرا القران ما شاء الله صراحه ما خليتنيش نهضر ما شاء الله انا حطيت الرقم ديالو مثلا بغيت زعما نحط الرقم ديالي او نحط النيميرو دو كونت ديالي حيت كاين بصح انا ما كنثقش في اليوتيوبرز اللي كيقول لك غنعاونوا الناس وتياخذوا لهم فلوسهم انا حطيت الرقم ديالو هو الا بغيتي تعاونوا حيت كاين يعني الناس اللي متبعيني من السعوديه يعني اللي بغيتو ديروا فيه خير وطالب ومثلا قطعوا عليه لابوخس يعني قطعوا عليه كيقولوا لها في العربيه منحه ديال هو طالب علم يعني من اصول افريقيه ومشى يقرا تما طالب علم يعني الا بغيتو تعاونوه راه نخلي لكم الرقم ديالو خيرا وسهلا من عشتش الليل كامل انا الليل انا في الطياره ما نعسش فيها نهائي حاضيه البنت حاضيه الباكاج حاضيه نعسش دابا غنمشي نعس دابا راه جوج ونص الليل وصلت تما حتى 3:30 مقواسين دابا كيتسنى انا حر من الجو تسنى يلا خليك الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالاعجاب او الاشتراك بالنسبه للناس اللي كتشوفني اول مره دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.